نارين بيوتي تصدم الجميع بمخططاتها لهذا العام، ورغدة كيومي جان تعلن سفرها إلى دبي، وشيرو يؤكد على وجود مفاجآت صادمة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر برهوم الذي تعرض بالأمس لوعكة صحية بسبب المكيف، وحالته الصحية الآن جيدة. وصرح برهوم أن سبب عدم لقائه بعائلة أنصالة هو بسبب مرضه. أما الخبر التالي لدينا كان من نصيب رغدة كيومي جان التي صرحت أنها ستسافر إلى دبي اليوم. فهل سفرها هذا له علاقة بحفلة أنصالة؟ أعطوني رأيكم وتحليلاتكم بخصوص هذا الموضوع. أول بس أنا مسافرة. أنا بعرف سمعت. وأحزن شو كمان؟ المطلقة. أنا مسافرة ومعي تنسيق. انبسطوا. ما رح ننبسط بدونك ويس. ما رح ننبسط. بدك شيء؟ بدك شيء من ما بقدر احكي وين، بس بدك شيء؟ حبيبي وقعت الطياره، يلا سلام شباب. اما الخبر التالي لدينا هو عن شيرو ما في غيره الذي صرح ان عائله بيوتي تجهز لمفاجآت كبيره وستعلن عنها في القريب العاجل. اوكي بويز اند جيرلز، مثل ما شايفين هالشمس والجو الحلو عطوني طاقه وتفاؤل مو طبيعيين. يعني صح هالفتره كذا شغله يعني عم تمشي ضدي، وتقريبا اغلب الشغلات ما عم تزبط معي، بس حاسس انه ان شاء الله بالوقت الجاي الله هيك محضر لنا مفاجاه لي ولاهلي يا رب. على كل حال حبكم كثير، كونوا مناح، حبوا بعض، ديروا بالكم على بعض، لا تخلوا مكان للكره. ياي. وأيضا نارين بيوتي بعد غيابها عن السوشيال ميديا لأيام قررت أن تقوم بالإجابة عن معظم الأسئلة المتابعين لها. وصرحت نارين من خلال هذه الفقرة أنها تحدد لمفاجآت كثيرة لكنها تفضل أن تأخذ كامل وقتها. ونارين تتبع مقولة في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. وأول مفاجأة ستعلن عنها نارين ستكون بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وهي أغنية شيرين بيوتي، وباقي المفاجآت ستعلن عنها بالتدريج. وطمأنت نارين المتابعين عن صحتها، وصرحت أيضا أنها ستسافر إلى السويد بشهر نوفمبر مع احتمال أن تغير مخططها. وركزت نارين أكثر شيء على المفاجأة التي ارتدت فيها الفستان الأصفر الذي كانت ترتديه العام الماضي عندما كانت تصور أغنية مع موفلوكس. فهل هذه المفاجأة ستكون لها علاقة بموفلوكس أو غيت مروان، أو المفاجأة ستكون أكبر من هذا؟ أعطوني رأيكم بالتعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم. شوفكم بالفيديو الجاي.